السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم شباب الصبايا رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي المزرعة. بهذا الفيديو رح نعمل أشياء بومباستيكية إن شاء الله، ورح نشوف شو رح نعملها. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. تماما، هلا نبلش بيومنا مثل كل يوم في هذه المزرعة خاصتي. إيش بدنا نعمل اليوم؟ والله محتار إيش بدي أعمل اليوم. إيش رأيكم بهذا الفيديو؟ إيش رح نعمل يا شباب؟ أول شيء رح نظبط هذا المعمل، من نظبط الانتاج فيه. الذهب رح يعبي، رح نجيب سيارة نشيل الذهب من هون، وفي عنا شوية تايلينج بنروح نبيعه، ورح نعبي مي وبس. حاليا هذا الاشي رح نعمله هلا حاليا، ونشوف بس نعمل هدول الاشياء شو رح نعمل شي جديد. هلا اول شي رح نروح نجيب مي، اول شي لان المي كتير منسوب ونازل، وبعدين رح نروح نجيب سيارة الشحن ونعبي تايلينج ونروح نبيعه، لانه كمية التايلينج الموجودة بالمعمل صارت جدا كبيرة، يعني ما بنقدر نتحمل انه نوردها للمعمل، فلازم نبيع. يب، عبينا المي، بنعبي تريلا تانية. نروح على سيارة التايلينج، فضي شوي منها، اشي ضل منها شي زيادة، والله راحت كلها. هلا نشوفون شلون انتاج التايلينج، او وش قد في مجال انه تستوعب التايلينج. والله ما تستوعب كتير، يعني ضل 3000 متر رز. الانتاج جيد لا بس. طيب هلا بروح ناخذ سيارة بنعبي تايلينج ونروح نبيع التايلينج، او اول مرة نبيع تايلينج. بعدين نروح اشتري سيارة سطحة عشان نبلش نشتغل غير اشي. طبعا الدخله بالسياره بالوتش اسهل بكتير من طاوني قبل شوي كان 159,000، فورا صار 160,000. يا زلمه ما عم نلحق. طيب هلا وين راح نبيع هذا التايلينج؟ تعال نشوف اول شيء، شوف شلون شكله حجم. ندور على التايلينج، اتوقع هذا هو التايلينج اللي بيشتري هذا المعمل. وين بس في محل تاني قبل شوي انا شفت مكتوب لي انه بقدر ننزل فيه التايلينج. في مكانين، شوف هي مكان اول وهون مكان ثاني وهون مكان كمان. حلو، بس خلينا نشوف وين هذول الاماكن. هون، وهذا وين؟ هذا بالمينا، يعني عندنا بالمينا وعندنا هون وعندنا هون، ثلاث اماكن. بقى انا احنا بدنا نروح على الاغلى اللي هو هاد بالمينا. تمام، وصلنا الى مكان التفريغ، مع انه كان على خط القطار، ممكن كان نعبيه بالقطار ونجيب نبيعهم. يلا حصل خير، حصل خير. تمام، تم التفريغ بنجاح. الان بدنا نرجع على البيت. والله لازم نرجع، والله حق 22,000، والله كويس، سعره جميل جدا. حمل سيارة كله 20,000، نايس. يعني هو مو عالي بس يعني لا بأس، يعتبر لا بأس، انه الرقم صغير. ولازم يعني كنت متوقع يطلع 70,000 80,000. طب عجب هذول اللي عم بحولهم، عم بسوي منهم شيء ثاني، شو يلحقن؟ طيب على كل حال ماكو مشكلة. هلا بنروح خطرت ببالي فكرة، مشان ما اضل اروح المشوار كله الطويل وارجع، في كتير كمية كبيرة رح تطلع،
راح احاول احملها بالقطار. يب في القطار. بس ولكن قبل ما اروح القطار خليني اسوي شيء تاني. تقريبا هون تقريبا صار كل شيء جيد، يعني كمية المي لسه بدنا كمان سيارتين تيصير الانتاج جيد، بدنا التايلنج يعني رح يكون فضي. هلا بدنا ناخذ شوية الذهب بدنا ناخده. نبيع الذهب عجب. جولد ما في غير هذا المكان الوحيد اللي بياخذ منا جولد. والموقع الموقع يلي جنب البيت ذهب. طيب لحتى ناخده اول شي بدنا سيارة. مشكلة سيارة ما في، مشكلة سيارة ما في، فلذلك راح اخلي تصير 3000 وبعدين اشيلها. خلي يوصل 3000 وبعدين نشيلها. هون عم بيعبي المعمل الثاني اليوم رح نشتغل فيه اللي هو هاد، او هاد خليه الفيديو الجاي. الفيديو الجاي بده بس ستون، بس ستون ويطلع لنا كل المنتجات. المشكله وين المنتجات رح يطلعها؟ شوف شو بيكبها برا كب. طب خلينا نروح نشيك على هاد الصغر معهم ايش عم بيعملوا. بنخفف شوي لانه مشغل الضوء الاصفر. ليش؟ طبعا بسبب انه المشكلة هاي خطرت ببالي فكرة رح اجرب اعملها مشان ما بتعذب كتير بهذا التراكس في عملية الشير والحط. فلذلك رح اجيب شيء ثاني. هاي روح التراكتوراتي تبعتي الاول. طيب اول شي قبل ما نروح نجيب هنيك حلة الها بدنا نلاقي قطار ونفضي في قلبه او محطة قطار. بانه رجعنا وكنا عم ندور على محطة قطار بنحط فيها اقرب منطقة اللي هي عند ال 13 تقريبا او بين 11 و 13. هالمنطقتين هاي اقرب اني اضل انزل واطلع. فلذلك راح نروح نفضي هذا الحمل هنيك لنشوف شو الله يسر علينا. ليش هيك عبال فاضي؟ راح اروح اجرب اسوي فيه هذا الحمل انزله هنيك وبعدين نروح نجيب قلت لكم عليها الفكره والخطره ببالي مشان هذا الاشي. بس اول شيء لازم افضي هذا الحمل حتى اشوف شلون. اوه شت 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 هو ليه مقلوب فوق؟ خلونا نطلع فوق صالح. شوفوا في مكان فوق ممكن اذا طلعنا لفوق منجرب. اذا طلعنا لفوق زبطت بضل انزل اطلع. بس مع انه نطلع لفوق سيئة ما هي كويسة صراحة يعني صراحة. اوه ضوء ازرق نايس. ادي 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 والله اذا اقدر اوصل لفوق. بس لا فوق بس تفريغ صح؟ اه بس تفريغ. تفريغ بس بيع بيع بس بيع. طبعا هلا خلينا ننام لاني ما عاد اشوف شيء ابدا. طب هذا شوط الساعة قبل ما ننام الساعة 6 فخلينا ننام 12 ساعة. ايه خلصنا يا زلمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.